إلى مزل له ما نزلت إلى هذه له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الحية رقم 19 للمقرر إدارة الجودة الشاملة، الفصل الثاني من العام الدراسي 1435-1436. وكنا توقفنا في المحاضرة السابقة على مستوى الكويز المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 14، وأمامكم يعني نفس السؤال هذا الكويز، والتباطؤ في العمل بشكل عام يعتبر شكل من أشكال ألف دعم التغيير، باء التغيير الجيد، جيم مقاومة التغيير، دل جميع ما ذكر. وكنا يعني في هذه المحاضرة رقم 14 تحدثنا عن أشكال مقاومة التغيير وأساليب الحد من مقاومة التغيير، ثم فوائد مقاومة التغيير، وآخر منها مرحلة إدارة التغيير والمتابعة والتقويم. ثم تحدثنا عن مجلة التغيير، كيف نغير ثقافة المنظمة، ثم تغيير الهيكل التنظيمي، تغيير السيرورات، وتغيير أسلوب الإدارة. فإذا الإجابة على السؤال الكويس الاختبار السريع، قلنا إذا التباطؤ في العمل بشكل عام يعتبر شكل من أشكال، إذا الإجابة الصحيحة هي جيم، فهي شكل من أشكال مقاومة التغيير. بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بهذه المحاضرة المرئية، إذا فوائد شرح فوائد التغيير، السؤال الثاني شرح فوائد التغيير التي يمكن أن تجنيها المنظمة وعوائد ذلك على الموظف وعلى كافة الأطراف الأخرى المتأثرة بالتغيير، سواء كان العميل أو المورد أو غيرهم، يعتبر ألف شكل من أشكال مقاومة التغيير. ب نحن الآن في المحاضرة رقم 14، المحاضرة المرئية رقم 14، والسؤال الثاني شرح فوائد التغيير التي يمكن أن تجنيها المنظمة وعوائد ذلك على الموظف وعلى كافة الأطراف الأخرى المتأثرة بالتغيير، سواء كان العميل أو المورد أو غيرهم، يعتبر ألف شكل من أشكال مقاومة التغيير، ب أسلوب للحد من مقاومة التغيير، ج مرحلة من مراحل تشخيص التغيير، د جميع ما ذكر. إذا شرح فوائد التغيير التي يمكن أن تجنيها المنظمة وعوائد ذلك على الموظف، وعلى نحن في المحاضرة رقم 14، السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة رقم 14، فشرح فوائد التغيير التي يمكن أن تجنيها
المنظمة وعوائد ذلك على الموظف وعلى كافة الأطراف الأخرى المتأثرة بالتغيير، سواء كان العميل أو المورد أو غيرهم، يعتبر أن بشكل من أشكال مقاومة التغيير بأسلوب الحد من مقاومة التغيير يجي مرحلة من مراحل تشخيص التغيير بين جميع ما ذكر. وفعلا الإجابة الصحيحة هي باء، فشرح فوائد التغيير التي يمكن أن تجنيها المنظمة وعوائد ذلك على الموظف وعلى كافة الأطراف الأخرى المتأثرة بالتغيير، سواء كان العميل أو المورد أو غيرهم، يعتبر أسلوب للحد من مقاومة التغيير. السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 14، إن الهيكل التنظيمي الطويل المبني على أساس وجود مستويات إدارية كثيرة ألف لم يعد يتناسب مع المنظمات التي تطبق مفهوم إدارة الجودة الشاملة، ب يتناسب مع المنظمات التي تطبق مفهوم إدارة الجودة الشاملة، ج يتناسب مع المنظمات التي تطبق إدارة الجودة الشاملة والتي لا تطبقها، بل جميع ما ذكر. إن الهيكل التنظيمي الطويل المبني على أساس وجود مستويات إدارية كثيرة ألف لم يعد يتناسب مع المنظمات التي تطبق مفهوم إدارة الجودة الشاملة، ب يتناسب مع المنظمات التي تطبق مفهوم إدارة الجودة الشاملة، ج يتناسب مع المنظمات التي تطبق مفهوم إدارة الجودة الشاملة والتي لا تطبقها، بل جميع ما ذكر. وفهم الإجابة الصحيحة هي ألف، فالهيكل التنظيمي الطويل المبني على أساس وجود مستويات إدارية كثيرة لم يعد يتناسب مع المنظمات التي تطبق مفهوم إدارة الجودة الشاملة. السؤال الرابع، حتى تتمكن المنظمة من تحقيق مستوى عالي من الجودة في منتجاتها، فإن ذلك قد يتطلب ألف عدم إعادة هندسة السيرورات، ب عدم إعادة تصميم السيرورات بشكل جزئي أو كلي، ج إعادة تصميم السيرورات بشكل جزئي أو كلي، وذلك حتى تنسجم السيرورات مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة، بل جميع ما ذكر. حتى تتمكن المنظمة من تحقيق مستوى عالي من الجودة في منتجاتها، فإن ذلك قد يتطلب ألف عدم إعادة هندسة السيرورات، ب عدم إعادة تصميم السيرورات بشكل جزئي أو كلي، ج إعادة تصميم السيرورات بشكل جزئي أو كلي، وذلك حتى تنسجم السيرورات مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة، بل جميع ما ذكر. فعلا الإجابة الصحيحة ج، فحتى تتمكن المنظمة من تحقيق مستوى عالي من الجودة في منتجاتها، فإن ذلك قد يتطلب إذا ج إعادة تصميم السيرورات بشكل جزئي أو كلي، وذلك حتى تنسجم السيرورات مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة. السؤال الخامس المتعلق بهذه المحاضرة رقم 14، والإجابة على هذا السؤال بصحيح أم خطأ، لا يتوقف نجاح سيرورة تطبيق مصطلح إدارة الجودة الشاملة على ثقافة المنظمة ومدى كونها منسجمة مع الفهم الجديد المتعلق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة، هل هذا صحيح أم خطأ؟ يتوقف نجاح سيرورة تطبيق مصطلح إدارة الجودة الشاملة على ثقافة المنظمة ومدى كونها منسجمة مع الفهم الجديد المتعلق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة، هل هذا صحيح أم خطأ؟ فعلا الإجابة صحيحة، فعلا صح. يتوقف نجاح سيرورة تطبيق مصطلح إدارة الجودة الشاملة على ثقافة المنظمة ومدى كونها منسجمة مع الفهم الجديد المتعلق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة. إذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 15، وأمامكم
الاختبار السريع الكويز المتعلق بهذه المحاضرة، ونص السؤال خلال الثمانينات من القرن العشرين ظهرت ألف ثلاثة اتجاهات في الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم الجودة. نحن الآن في محاضرة مرئية رقم 15، ويظهر أمامكم الاختبار السريع الكويز المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 15، والسؤال يقول: خلال الثمانينات من القرن العشرين ظهرت ألف ثلاثة اتجاهات في الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم الجودة. ب: أربعة اتجاهات في الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم الجودة. ج: ستة اتجاهات في الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم الجودة. د: جميع ما ذكر. خلال الثمانينات من القرن العشرين ظهرت ألف ثلاثة اتجاهات في الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم الجودة. ب: أربعة اتجاهات في الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم الجودة. ج: ستة اتجاهات في الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم الجودة. د: جميع ما ذكر. وفي هذه المحاضرة قدمنا كيف أن المنظمات تستطيع أن تختار التنظيم المناسب لإدارة الجودة الشاملة. يعني مثلا شركة تريد أن تطبق الجودة، مثلا تستشير المستشار هل يعني تطبق الجودة عن طريق إنشاء إدارة كبرى أم عن طريق استحداث قسم أو تكليف شخص أو تعاقد مع مستشار. فهذا الفصل المفترض يوضح هذه الأمور. على كل يعني مثلما رأينا سابقا في التطور التاريخي لمصطلح إدارة الجودة الشاملة، وكيف أنها مرت بمراحل: مرحلة الضبط، مرحلة الرقابة على الجودة، مرحلة ضمان الجودة، إلى أن وصلنا إلى مرحلة إدارة الجودة. فهذا التطور التاريخي يعني انعكس على ما يحدث داخل المنظمات. يعني مع بداية ظهور الجودة في مثلا بداية القرن العشرين، بدأت مثلا في بعض المنظمات تظهر وحدات تنظيمية مكلفة بالجودة تطبق عليها ضبط إحصاء الجودة. بعد ذلك لما تطورت الأمور وظهر ما يسمى برقابة رقابة الجودة، فبعض المنظمات استحدثت أقسام أو إدارات أو ما يسمى بوحدات تنظيمية مسمات رقابة على الجودة. ثم لما ظهر تأكيد الجودة ظهرت أيضا مسميات إدارات وأقسام تأكيد الجودة، إلى أن مثلا في الوقت الحالي لما ظهر يعني مصطلح إدارة الجودة أصبحنا يعني في بعض الشركات نرى إدارات للجودة الشاملة. وهذا ما أدى إلى أنه أصبحنا نرى في المنظمات وحدات تنظيمية مختلفة. يعني ممكن تختلف من منظمة من شركة إلى شركة. في شركات هناك ضبط إحصائي مع وحدة تنظيمية مكلفة بضبط الإحصائي، في شركات أخرى ربما وحدات مكلفة بالرقابة على الجودة. ويمكن حتى في نفس الشركة تجد مثلا في إدارة الجودة يعني هناك قسم مثلا للضبط إحصائي الجودة، قسم آخر للرقابة على الجودة، وقسم آخر للتحسين المستمر إلى آخره. فتلاحظوا أن يعني ربما التطور التاريخي لمصطلح إدارة الجودة هو الذي يفسر هذه المسميات المختلفة التي نلاحظها في كثير من الشركات. فخلال الثمانينات مثلا الثمانينات من القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ظهرت بعض التجهيزات. يعني مثلا بعض المهام التي كانت مفترض أنها يعني تقوم بها إدارة الجودة الشاملة وقع تحويلها مثلا إلى إدارة أخرى، مثل مثلا دراسة قدرة السيرورة. يعني تعرفوا احنا قلنا السيرورة فيها مدخلات ومخرجات، فيعني كل ما كانت المخرجات يعني كبيرة مقارنة المدخلات، كل ما كانت قدرة السيرورة كبيرة.
فكيف نعرف يعني هذه القدرات ونضيف سيرورات ونحذف سيرورات ونضيف ونحذف نشاطات وعمليات إلى آخره، كل هذا تعرفنا عليه سابقا وسمينا بهندسة الجودة أو الهندرة أو إعادة هندسة الجودة. فهذه يعني مثلا كانت في الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينات كانت يعني من مهام إدارة الجودة الشاملة، فنظرا لأهمية هذا الموضوع أصبحت يعني إدارة يعني يعني مثلها مثل إدارة الجودة الشاملة. يعني في الشركات أصبحنا نرى إدارة الجودة الشاملة إدارة أخرى يعني اسمها إدارة دراسة قدرة السيرورات. أيضا لوحدة أندلسية نطاق إدارة الجودة الشاملة، فعوض يعني مثلا التركيز على عملية معينة فقط أصبح يعني التركيز على يعني كافة أنواع العمليات لإرضاء ليس فقط العميل الخارجي وأيضا ولكن العميل الداخلي والخارجي. ولوحظ أيضا توسع كبير في فرق العمل وتطوير سلطة اتخاذ القرار إلى المستويات الإدارية الأقل. فإذا هذه الاتجاهات يعني أدت إلى بناء تنظيمات سيرورة. محمد مرحوم يقول ما معنى سيرورة؟ سيرورة يعني هذه في المحاضرة الأولى فسرناها، وحتى في المنتدى يعني نزلت يعني موضوع وفي وثيقة كاملة تفسر يعني معنى السيرورة، ولكن بسرعة يعني قلنا أنه السيرورة هي ما يسمى بالإنجليزي بروسيس البروسيس، ويعني هذا البروسيس السيرورة متكون من مراحل وهناك مدخلات ومخرجات وتحويل المدخلات الى مخرجات. فالمكان يسمى سابقا وظائف مثل الانتاج والتسويق ويعني والموارد البشريه اصبحنا يعني الان نتعامل معها كسيرورات، ليس فقط غيرنا الاسم من وظيفه الى سيروره، ولكن يعني لما اصبحنا نطبق منطق السيرورات اصبحنا مثلا سيروره الموارد البشريه وسيروره التسويق وسيروره المشتريات، نحدد لها ما هي مدخلاتها وما هي مخرجاتها وكيفية تحويل مدخلاتها إلى مخرجاتها. وبالطبع يعني كل سيرورة لها يعني مراحل، ولما ننهي آخر مرحلة نعيد من جديد سواء يعني في المشتريات أو في الإنتاج أو التسويق أو غيره. وهناك يعني تفسير تفصيلي في المنتدى يعني يمكن الرجوع إليه، فستجد يعني موضوع هو استحدثت موضوع تفسير مصطلح السيرورة، فحيث يعني جمعت مجموعة المعلومات المتعلقة بموضوع السيرورة الموجودة في المحاضرات المرئية، وأيضا أضفت بعض المعلومات لتوضيح هذا المفهوم. فإذا هناك مجموعة من العوامل من المفترض أننا نأخذها بعين الاعتبار لاختيار الشكل التنظيمي. مثل ما قلت في بداية المحاضرة يعني مثلا شركة تذهب إلى مستشار وتريد أنها تطبق الجودة، فيعني تطلب من المستشار تقول له مثلا هل نستحدث إدارة أم قسم أم مكلف شخص أم يعني نتعاقد مع شركة استشارية. للإجابة على هذه الأسئلة هناك عوامل، هذه العوامل هي التي تمكن الشركات من أخذ القرار بإنشاء إدارة الجودة أو قسم الجودة أو تكليف شخص للقيام بمهام الجودة أو التعاقد مع شركة استشارية. من هذه العوامل مثلا حجم المنظمة، إذا كان حجم المنظمة كبير فالمنظمة إذا تحتاج إلى وحدة تنظيمية مكلفة الجودة كبيرة يعني إدارة، بينما إذا كان حجم المنظمة متوسط فربما تحتاج الشركة فقط إلى قسم الجودة، تكون ربما داخل إدارة يعني من إدارات مثل إدارة الإنتاج أو إدارة مثلا الموارد البشرية أو غيرها. إذا كانت صغيرة ربما لا تحتاج إلا إلى شخص واحد مكلف بتوفير متطلبات الجودة، وقد ربما تتعاقد مع مستشار أو جهة استشارية أو يعني منظمة استشارية في هذا المجال. ثم العامل الثاني هو نظرة الإدارة العليا. نحن الآن في المحاضرة المرئية رقم 15، المحاضرة المرئية رقم 15.
هناك نظرة الإدارة العليا، يعني إذا كان نظرة الإدارة العليا يعني كبيرة، يعني تهتم، هناك اهتمام كبير من الإدارة العليا بموضوع جودة، فتجد أنه يعني يكون هناك وحدة تنظيمية كبيرة مكلفة بالجودة. إذا كان الإدارة العليا لا تهتم بالجودة، فتجد ربما يعني وحدة تنظيمية بسيطة، أو ربما يقع تكليف شخص للقيام ب يعني المهام الجودة. ثم العامل الثالث هو توفر الإمكانيات المالية في المنظمة. يعني إذا كانت المنظمة أو الشركة لها أموال كثيرة، فيمكن أنها تستحدث إدارة كبيرة للجودة وداخلها أقسام. بينما إذا كان المنظمة لا تتوفر لديها إمكانيات كبيرة، فربما تقوم بإنشاء قسم صغير أو تكليف شخص. ثم العامل الثالث توفر الإمكانيات البشرية، يعني خاصة المختصين في الجودة. لما المنظمة يكون لديها مختصين في الجودة، فتسمح لنفسها أنها تنشئ إدارة كبيرة للجودة، ولأن هناك مختصين. ولكن يعني عند عدم توفر المختصين، فإنها تضطر ربما إلى استحداث يعني وحدات صغيرة. ثم الانتشار الجغرافي، كل ما كان يعني المنظمة منتشرة في أماكن متعددة في العالم، فإنها تحتاج إلى وحدة تنظيمية يعني كبيرة مكلفة بالجودة. بينما إذا كان ليست يعني منتشرة كثيرا في الجودة، فربما أنه منتشرة كثيرا في العالم، فتحتاج إلى وحدة تنظيمية صغيرة مكلفة بالجودة. فبعد تحدثنا على موقع جهاز إدارة الجودة الشاملة في الهيكل التنظيمي، ووضحنا كيف أنه في المنظمات الكبيرة يعني ينشئ دائرة جودة. هنا دائرة جودة مقصود إدارة، إدارة كبيرة، ليس البعض يفهم دائرة حكومية، لا، هنا يقصد لما يقول دائرة جودة يقصد إدارة، إدارة كبيرة، وداخل تلك الإدارة يعني أقسام. فهنا يكون هناك مدير لإدارة أو دائرة الجودة، ويقوم بتخطيط وتنظيم أنظمة الجودة، متابعة وتقييم أنظمة الجودة، تنفيذ خطط التعليم والتدريب المتعلقة بالجودة. يعني هنا مفترض يعني لابد من التوضيح، يعني هناك إدارة التدريب في إدارة الموارد البشرية، هنا المدير الجودة يهتم ما يخص الجودة. ثم الإشراف على مشاريع التحسين المستمرة، وتعزيز مفهوم الشراكة مع الموردين ومع العملاء. وقع تقديم يعني هيكل تنظيمي لشركة كبيرة، وتوضح كيف أن دائرة الجودة يعني موجودة في أعلى الهرم، حتى تمكن من أن تكونها يعني كلمة مسؤولة في المنظمة، والإدارة الأخرى تستجيب لمتطلبات الجودة. ثم بعد ذلك كيف مثلا ننشئ قسم الجودة؟ وقلنا مثلا لما تكون شركة متوسطة الحجم، فهنا ربما يقع إنشاء قسم الجودة يكون تحت إشراف إدارة. وفي المثال الموجود في المحاضرة، قسم الجودة يتبع دائرة الشؤون الإدارية. وفي ثم بعد ذلك عدم وجود وحدة إدارية جودة، قلنا أنه في بعض الأحيان وخاصة في المنظمات الصغيرة ليس هناك إمكانيات، ليس هناك دواعي لإنشاء إدارة أو قسم، فلذلك الإدارة تكلف أحد المدراء أو أحد الموظفين بتوفير متطلبات الجودة ويعني تطبيق الجودة. ويمكن أيضا الاستعانة بمستشار خارجي، يعني هنا لما المنظمة ليس لها إمكانيات لاستحداث إدارة أو قسم أو تكليف أحد الموظفين ب توفير متطلبات الجودة، فإنها تتعاقد مع شركات استشارية. فهذه شركات استشارية أو مع خبير استشاري، يعني هو الذي يعني يدخل إلى المنظمة ويمكنها يساندها لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. لكن المستشار الخارجي، بالطبع الفرق بين المستشار الخارجي والمستشار الداخلي، المستشار الخارجي هو تتعاقد مع المنظمة يكون من خارج المنظمة. المستشار الداخلي هو موظف داخل المنظمة، يكون مستشار للمنظمة لكنه يتقاضى راتب يعني من المنظمة. فهذا المستشار الخارجي له مزايا، أولا الموضوعية، يعني أنه ليس له علاقة ببقية الموظفين، فبالتالي لما يجد مشاكل الجودة لن يحاول أنه مثلا يعني يكون هناك مراعاة ومحاباة للموظفين. ثم هناك خبرة جيدة، بصفة عامة المستشار الخارجي يكون يعني شارك في مهمات استشارية في
في شركات وما يعني في قطاعات مختلفة، فتكون له خبرة جيدة في هذا المجال. ثم أيضا المستشار الخارجي المجال تجدد الآراء والمقترحات لكونه أنه من خارج المنظمة، وربما يرى الأمور بطريقة مختلفة عن الموظفين داخل المنظمة. لكن من عيوب الاستعانة بخبرات المستشار الخارجي هو أنه موظف المنظمة قد لا يرتاحون إلى ذلك المستشار وقد يخافون منه، لذلك قد يعني يقع تعطيل أعمال المستشار الخارجي. ومن جراء ذلك يكون هناك صعوبة الحصول على معلومات، نظرا لأنه قد لا يكون هناك تعاون من الموظفين داخل المنظمة معه، بينما لو كان مستشار داخلي فإنه يكون أمامه معلومات لا يجدها. ثم آخر شيء ارتفاع التكلفة، فقد ما يؤدي الاستعانة بالمستشار الخارجي إلى يعني التكلفة باهظة، وخاصة يعني مع النقص الذي نرى في المختصين في يعني في إدارة في المختصين في الجودة. ثم هناك عدم الولاء للمنظمة، فالمستشار الخارجي لا يعطي كل وقت المنظمة، فقد يكون مثلا يعني متعاقد مع شركات أخرى، ويعني قد لا يلتزم في بعض الأحيان بالوقت المطلوب لتنفيذ المهمة، وربما مثلا قد يقوم بالمهمة الاستشارية حسب مقدار الأتعاب التي تدفع المنظمة، فبالتالي يعني ربما المهمة تحتاج مثلا مجهود أكثر، ولكن لا يفضل ذلك المجهود لأن ربما ما دفعته المنظمة يكون يعني قليل. ثم من عيوب أيضا عدم إمكانية متابعة البرامج طويلة الأمد، ذلك لأنه يعني برامج جودة تطبق اليوم لكن لا نرى أثرها اليوم، ولكن ترى بعد ممكن أشهر بعد سنوات. فبالطبع هذا المستشار لا يظل يعني على علاقة يعني على مدى طويل مع المنظمة، فبالتالي يعني ليست هناك إمكانية متابعة نتائج عمل هذا المستشار على المدى الطويل. فإذا على الإدارة مسؤولية تقييم مزايا وعيوب الاستعانة بمستشار خارجي لإدارة الجودة الشاملة، واتخاذ القرار يعني المناسب ب يعني أما الاستعانة بهذا المستشار الخارجي أو يعني الاستعانة بمستشارين داخليين أو استحداث وحدات تنظيمية داخل المنظمة. إذا نرجع للاختبار السريع الجزء المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 15، وقلنا خلال الثمانينات من القرن العشرين ظهرت ثلاث اتجاهات في الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم الجودة، أربع اتجاهات في الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم الجودة، جين ستة اتجاهات في الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم الجودة، دال جميع ما ذكره. فعلا الإجابة الصحيحة هي باء، فقضت أربع اتجاهات في الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم الجودة. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 15، فنجد أن دائرة الجودة ألف قريبة من الإدارة العليا، وبالتالي يمكنها التأثير على حيثية القرار المتخذة، ويمكنها الحصول على المعلومات من مصدرها الأصلي، بعيدة عن الإدارة العليا، وبالتالي لا يمكنها التأثير على حيثية القرارات المتخذة، ولا يمكنها الحصول على المعلومات من مصدرها الأصلي، جيم بعيدة عن الإدارة العليا ولكن يمكنها التأثير على حيثية القرارات المتخذة ويمكنها الحصول على المعلومات من مصدرها الأصلي، جي جميع ما ذكر. إذن نجد أن السؤال الثاني متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 15، نجد أن دائرة الجودة ألف قريبة من الإدارة العليا، وبالتالي يمكنها التأثير على حيثية القرارات المتخذة ويمكنها الحصول على المعلومات من مصدرها الأصلي،
تلميذكم من جهة أقول الصوت، هل الصوت واضح؟ تلميذكم من جهة أقول الصوت واضح الصوت، إذا المشكلة تلميذكم من جهة؟ نعم، إذا فإذا السؤال الثاني إذا نجد أن دائرة الجودة أنف قريبة من الإدارة العليا، وبالتالي يمكنها التأثير على حيثية القرارات المتخذة، ويمكنها الحصول على المعلومات من مصدرها الأصلي بعيدة عن الإدارة العليا، وبالتالي لا يمكنها التأثير على حيثية القرارات المتخذة، ولا يمكنها الحصول على المعلومات من مصدرها الأصلي. نعم الكوز، خلاص أجبنا عليه، أجبنا على الكوز، وكانت الإجابة يعني خلال ثمانية القرن العشرين ظهرت أربعة اتجاهات في الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم الجودة. هذا بالنسبة للسؤال الاختبار الكوز يعني أجبنا عليه. بالنسبة للسؤال الثاني قلنا نجد أن دائرة الجودة ألف، نعم. إذا السؤال الثاني متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 15، نجد أن دائرة الجودة ألف قريبة من الإدارة العليا، وبالتالي يمكنها التأثير على حيثية القرارات المتخذة، ويمكنها الحصول على المعلومات من مصدرها الأصلي بعيدة عن الإدارة العليا، وبالتالي لا يمكنها التأثير على حيثية القرارات المتخذة، ولا يمكنها الحصول على المعلومات من مصدرها الأصلي. جيم بعيدة عن الإدارة العليا، ولكن يمكنها التأثير على حيثيات القرارات المتخذة، ويمكنها الحصول على المعلومات من مصدرها الأصلي. جيم جميع ما ذكر، يعني الإجابة هي ألف، فنجد أن دائرة الجودة ألف قريبة من الإدارة العليا، وبالتالي يمكنها التأثير على حيثية القرارات المتخذة، ويمكنها الحصول على المعلومات من مصدرها الأصلي. إذا الإجابة على السؤال الثاني هو ألف، فدائرة الجودة هي قريبة من الإدارة العليا، وبالتالي يمكنها التأثير على حيثيات القرارات المتخذة، ويمكنها الحصول على المعلومات من مصدرها الأصلي. السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 15، العوامل التي تؤثر في اختيار الشكل التنظيمي، ألف حجم المنظمة ونظرة الإدارة العليا إلى أهمية الجودة، ب توفر الإمكانيات المالية والبشرية، ج سعة الانتشار الجغرافي للمنظمة، د جميع ما ذكر. العوامل التي تؤثر في اختيار الشكل التنظيمي، ألف حجم المنظمة ونظرة الإدارة العليا إلى أهمية الجودة، ب توفر الإمكانيات المالية والبشرية، ج سعة الانتشار الجغرافي للمنظمة، د جميع ما ذكر. وفعلا الإجابة الصحيحة هي د جميع ما ذكر. السؤال الرابع، هناك حاجة ماسة في كثير من المنظمات وخاصة الكبيرة منها لإنشاء هناك حاجة ماسة في كثير من المنظمات وخاصة الكبيرة منها لإنشاء ألف قسم متخصص للجودة، ب ورشة متخصصة للجودة، ج دائرة متخصصة للجودة، د جميع ما ذكر. هناك حاجة ماسة في كثير من المنظمات وخاصة الكبيرة منها لإنشاء ألف قسم متخصص للجودة، ب ورشة متخصصة للجودة، ج دائرة متخصصة للجودة، دال جميع ما ذكر. وفعلا الإجابة الصحيحة هي ج. فهناك حاجة ماسة في كثير من المنظمات وخاصة الكبيرة منها لإنشاء دائرة متخصصة للجودة. ثم السؤال الخامس المتعلق بهذه المحاضرة، والإجابة صح أم خطأ، فوفقا لخيار إنشاء دائرة للجودة، يكون هناك قسم للجودة يتبع إحدى دوائر المنظمة، ويكون مسؤول الجودة
هو رئيس قسم تحت إشراف مدير دائرة معينة مثل دائرة الإنتاج أو دائرة المعلومات أو الشؤون الإدارية، صحيح أم خطأ؟ وفقا لخيار إنشاء دائرة الجودة يكون هناك قسم للجودة يتبع أحد دوائر المنظمة، ويكون مسؤول الجودة هو رئيس قسم تحت إشراف مدير دائرة معينة مثل دائرة الإنتاج أو دائرة المعلومات أو الشؤون الإدارية. يعني حاولوا أنه ننتبه أن وفقا لخيار إنشاء دائرة للجودة يكون هناك قسم للجودة يتبع إحدى دوائر المنظمة، ويكون مسؤول الجودة هو رئيس قسم تحت إشراف مدير دائرة معينة مثل دائرة الإنتاج أو دائرة المعلومات أو الشؤون الإدارية. وفقا لخيار إنشاء ماذا؟ دائرة للجودة يكون هناك قسم للجودة، أنا قلنا وفقا لخيار إنشاء دائرة للجودة، يعني هناك خيارات يمكن تنشأ دائرة أو تنشأ قسم أو تكلف شخص أو تتعاقد مع مستشار، هناك خيارات. الآن نتحدث على ماذا؟ وفقا لخيار إنشاء دائرة للجودة، يعني خيار أن تنشأ إدارة. وفقا لخيار إنشاء دائرة للجودة يكون هناك قسم للجودة يتبع إحدى دوائر المنظمة، ويكون مسؤول الجودة هو رئيس قسم تحت إشراف مدير دائرة معينة مثل دائرة الإنتاج أو دائرة المعلومات أو شؤون إدارية. فإذا هذا خطأ ليس صحيحا، يعني ليس صحيح، لأنه وفقا لخيار إنشاء قسم للجودة وليس وفقا لخيار إنشاء دائرة الجودة. فالصحيح هو وفقا لخيار إنشاء قسم للجودة يكون هناك قسم للجودة يتبع إحدى دوائر المنظمة، ويكون مسؤول الجودة هو رئيس قسم تحت إشراف مدير دائرة معينة مثل دائرة الإنتاج أو دائرة المعلومات أو شؤون إدارية. فإذا يعني لما قلنا وفقا لخيار إنشاء دائرة جودة فهذا خطأ، والصحيح هو وفقا لخيار إنشاء قسم للجودة. واضح لماذا خطأ؟ طيب، إذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 16 والاختبار السريع المتعلق بهذه المحاضرة أمامكم، ونص السؤال يقول: يعتبر مبدأ التحسين المستمر من المبادئ الثانوية في إدارة الجودة الشاملة، باء الفرعية في إدارة الجودة الشاملة، الأساسية في إدارة الجودة الشاملة، ذل جميع ما ذكر. ويعني في هذا المجال يعني تحدثنا في هذه الحلقة عن تشكيل مجلس الجودة، وهنا يعني الكثير من الطلاب يعني يجدون صعوبة في التمييز بين مجلس الجودة وإدارة الجودة، فرجال انتباه. يعني مجلس الجودة هذا هو المجلس الذي يقود الجودة، تجد فيه المسؤول الأول عن الجودة، وتجد مدير الجودة، وتجد بقية المدراء، ويعني يقع مضر واعتماد مثلا ميزانية الجودة ومخططات الجودة، وإذا كان هناك مشاكل بين إدارة الجودة وبقية الإدارات الأخرى يقع حلها في مجلس الجودة. بينما إدارة الجودة هذه التي يعني مديرها مدير الجودة وتحت أقسام جودة ومن يشتغلون فيها هم مختصون بالجودة، فهذه ربما تجهز استراتيجية الجودة وتجهز سياسة الجودة ويعني مخططاتها وبرامجها، فهي وتسهر على وتبع تنفيذ خطط الجودة إلى آخره، وهذه تحدثنا عليها منذ قليل إدارة الجودة. فإذا أتمنى أن الجميع يميز بين إدارة الجودة ومجلس الجودة. إدارة الجودة مديرها مدير جودة داخل أقسام جودة، هي التي تعد كل ما يتعلق بالجودة من خطط وسياسات وميزانيات إلى آخره وأنظمة إلى آخره، وتمررها إلى مجلس الجودة. مجلس الجودة فيها المسؤول الأول، فيها مدير الجودة، فيها بقية المدراء، هم يوافقون أو لا يوافقون استحداث
واحد الجودة، تحديث موقع على السياسات موجود أمامكم في المحاضرة، يعني سياسة الجودة والهدافة مجلس الجودة وفق عليها، دعم يعني وتوجيه إدارة الجودة الشاملة في المنظمة، إنشاء فرق الجودة، توفير الموارد البشرية والبدنية اللازمة، متابعة وتقييم مشاريع تحسين مستمر، المصادقة على تكلفة الجودة ومراقبتها باستمرار، وضع يعني الاعتماد في خطط التعليم والتدريب المتعلقة بالجودة، أيضا مراقبة أنظمة المكافآت، أنظمة المكافآت المادية والحوافز لتثبيت إدارة الجودة الشاملة. وهذا المجلس يعني يجتمع على الأقل مرة كل شهر ويراجع استراتيجيات الجودة ويناقش ما تقدم فيها وأيضا يراقب مشاريع تحسين مستمر. فإذا نعم يعني الآن يعني الكويز موجود أمامكم وكل طالب يعني يعطي إجابته، ولما ننهي يعني تقديم أهم الأفكار المتعلقة بالمحاضرة أعطي الإجابة على الكويز، وأيضا أقدم بطريقة شفوية أسئلة أخرى يجيب عليها الطلبة عن طريق المحادثة. أتمنى إذا أن الفرق بين مجلس الجودة وإدارة الجودة واضح، هل هناك من لم يستوعب بعد الفرق بين مجلس الجودة وإدارة الجودة؟ هل هناك من لم يستوعب إلى الآن الفرق بين مجلس الجودة وإدارة الجودة؟ أم واضح الفرق؟ هل واضح الفرق بين مجلس الجودة وإدارة الجودة؟ أم هناك أسئلة متعلقة؟ واضح. ممتاز. إذا بعد ذلك قدمنا فرق العمل ويعني كيفية يعني تكوين الفرق العمل وأهمية فرق العمل، وأنه لي بالطبع يعني هناك فرق بين فريق ومجموعة، يعني كل فريق يعتبر مجموعة لكن هناك مجموعات تعتبر فريق، فالفريق هو مقدم هيكل ولو أهداف، بينما المجموعة يمكن يعني أشخاص تقوم بصدفة في الشارع يكونون مجموعة لكن ليس فريق. فهنا نتحدث على فرق عمل يعني أنها مجموعات لها أهداف ومهيكلة. فإذا لتكوين فرق عمل فعالة لابد أن يكون عدد الأعضاء يعني مثالي، فيتراوح بين يتراوح مختلط بين 3 إلى 10، ليس أقل من 3 لا أكثر من 10، حتى يعني يكون هناك اقتراحات معقولة وفي نفس الوقت يكون هناك الوقت للجميع لكي يعني يناقش. إذا منكم يقول راشد أن الصوت يتقطع، هل صحيح؟ منكم راشد يقول أن الصوت يتقطع. لا، إذا المشكلة عند منكم راشد. ثم بعد ذلك هناك ضرورة تحديد أهداف الفريق، فالفريق لكي يشتغل بطريقة جيدة لابد أن تكون يعني الأهداف واضحة. ايضا اعطاء صلاحيات كامله لفريق العمل، وجود نظام للحوافز الماديه والمعنويه، وايضا لابد ان يكون هناك تدريب لرفع مهارات اعضاء الفريق. المعلومات يجب ان تكون ايضا متاحه بكميه ووقت مناسب، وايضا يكون فريق له استقلاليه في اخذ قرار. بعد ذلك وقع تقديم انواع فرق العمل، فهناك ما يسمى فرق تحسين الجوده، فهذه الفرق يعني تجتمع لحل مشاكل الجودة، لا تكون تابعة لدائرة معينة أو قسم معين، بل تغطي سلورة إنتاجية أو إدارية كاملة أو نظام تشغيلي بكامله، يكون لو فريق الفريق رئيس وجه دعوات، ويعني هناك من يساعد رئيس الفريق كمقرر، وهناك محاضر تدون وملفات يحتفظ بها، وهذا الفريق له دور في تنمية يعني مهارات الأعضاء في اتخاذ القرارات، وتكون لك يعني تعاون وثقة بين مختلف الأعضاء. هذا الفرق تحسين الجودة هي يعني مدمجة في الهيكل التنظيمي، يعني ليست يعني وقتية، وإنما هي يعني تكون موجودة دائما، وسنرى بعد قليل أنها تنفيذية وقراراتها ملزمة. هناك ما يسمى ايضا حلقات الجوده، يعني هذه كورو شيكاوا حدث معنا سابقا، يعتبر الاب الروحي لحلقات الجوده، وهذه حلقات الجوده يعني نشحت في اليابان
ولكنها لم تنجح بنفس الطريقة في بلدان أخرى، نظرا لأنه يعني عقلية الياباني مختلفة عن عقلية الأوروبي أو الأمريكي. ففي الحلقات الجودة هذه التي استحدثت في اليابان في أوائل الستينات، ثم وقع تصديرها إلى أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات، ربما يعني هذه الحلقات من خلال هذه الاجتماعات يعني يقع حل مشاكل الجودة. وفي اليابان يعني يجتمعون يعني داخل في أوقات الدوام وحتى خارج أوقات الدوام. في بعض الشركات يعني تدفع مستحقات مالية، بعض الشركات الأخرى لا تدفع. فالياباني لا يهمه فقط يعني الأموال، ما يهمه في حلقات الجودة هو أنها تحل له مشاكل وتحسن له شغل. فهذا لذلك نجحت اليابان ولم تنجح في بلدان أخرى، ربما في بلدان أوروبية أو أمريكية لو تطلب من الموظف أنه يعني يجتمع في وقت خارج الدوام قد لا يستجيب، ويعتبر ذلك تدخل يعني في حياته الشخصية إلى آخره. فبينما في اليابان يعني هناك بعض المنظمات تدفع تعويضات مادية، ولكن يعني هناك أيضا نسبة يعني لا تعطي تعويضات نقدية، ومع ذلك تجد أعضاء الحلقات جودة متحمسين وللنجاح. وقد تقديم جدول يميز الفرق بين فرق تحسين جودة وحلقات الجودة، من حيث أنه مثلا فرق تحسين جودة هي تطوعية بينما حلقات الجودة تطوعية. فرق تحسين جودة تدخل في الهيكل التنظيمي ويكون هدفها إنجاز هدف معين، وهناك تجانس بين الأعضاء وهي تنفيذية يعني تأخذ قرارات، ويعني الشركة ملزمة بتنفيذها وتحل المشاكل الرئيسية. بينما حلقات الجودة هي خارج الهيكل التنظيمي وتعتني بمشاكل الجودة وحلها، وليس هناك تجانس الأعضاء، كنا جد يعني من مستويات مختلفة من اختصاصات مختلفة، وهي استشارية يعني قراراتها ليست ملزمة، فقط يعني استشارات وتهتم بالمشاكل الصغيرة. ففي حلقات جودة يمكن استدعاء الموردين والعملاء أيضا لكي يقع يعني حل الإشكاليات بصفة ترضي العملاء والموردين. هناك نوع ثاني من الفرق هو فرق حل المشكلات، فبالطبع هذا نوع من الفرق يهتم بحل المشكلات التشغيلية، يعني ليس مثل فرق يعني تحسين الجودة. وإذا يعني هناك يعني هذه الفرق تحل المشكلات بطريقة جزئية، و يعني تقدم اقتراحات وتوصيات، و يعني تكون استشارية، ليست مثل فرق تحسين الجودة التي هي تنفيذية وقرارتها يعني ملزمة. ثم آخر شيء فرق العمل المسيرة ذاتيا، وهذه الفرق يعني تجتمع يعني على فكرة يومي وتأخذ قرارات يعني استقلالية تامة. وفي شركة تويوتا مثلا في الثمانينات بلغت يعني عدد أكثر من 6000، و هذه الفرق تحتاج إلى تخفيضات، وحتى يعني المدير لما يرأي في قرارات هذه الفرق يكون استشاري فقط. يعني مثلا لو هذا الفريق فهد المغيري اختصر، ماذا تريد يا فهد؟ لم أفهم المعلومات اللي أقولها غير مهمة يعني. إذا كان في معلومات غير مهمة أخبرني يا فهد. لا معنى اختصر يا فهد، مهم أنت عمامك المحاضرة تستطيع تعرف ما هو المهم، والأشياء اللي بقولها كلها مهمة، ما أقول أشياء غير مهمة. فإذا كان في شيء غير مهم ما الآن أنا بقول فيه خبرني، راح أفسر لك إني هو مهم. أليس هناك شيء في المحاضرة أقولها غير مهم؟ إذا نمر إلى الجزء، يعتبر مبدأ التحسين المستمر من مبادئ ألف التنوية في إدارة الجودة الشاملة، ب الفرعية في إدارة الجودة الشاملة،
الأساسية في إدارة الجودة الشاملة دل جميع ما ذكر، والإجابة هي جيم. يعتبر مبدأ تحسين التمام من المبادئ الأساسية في إدارة الجودة الشاملة. إذا السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 16، يمكن اعتبار تشخيص إذا بالنسبة للمحاضرة 16 أيضا دخلنا في الفصل إدارة الجودة الشاملة وهندسة الجودة. أيضا تحدثنا في المحاضرة يعني 16 على أن هندسة الجودة هذه هي سيرورة متكونة من 4 مراحل أو من 4 عمليات فرعية، هي التشخيص والمشروع وتنفيذ المشروع وتقييم المشروع. يعني هندسة الجودة هذه نقوم بتشخيص نتعرف على مشاكل الجودة، ثم المشروع نقدم حلول للتخلص من مشاكل الجودة، ثم ننفذ تلك الحلول ونقيمها. وإذا كان قيمناها يمكن نكتشف مشاكل فنعيد من جديد نفس السيرورة هذه، سيرورة هندسة الجودة. ففي هذه المحاضرة يعني بينا أنه ما تحدثنا عنه التحسين المستمر يعني يمر عن طريق سيرورة هندسة الجودة. فلما نبحث على مشاكل الجودة ونحلها وننفذ الحلول ونقيم ثم نعيد نفس الشيء، فهذا هو ما يسمى بالتحسين المستمر. وقدمنا يعني مثال للتشخيص الجودة، وأنه هذا التشخيص يمكن أن يكون عن طريق يعني مثل المقابلات وعن طريق يعني مع الموظفين ونسألهم على مشاكل الجودة، وايضا يمكن يعني نحاول يعني اننا من خلال الوثائق والملاحظات في المنظمه اننا نتحدث عن المشاكل ونتعرف على مشاكل الجوده داخل المنظمه، وبالتالي نتعرف على مشاكل الجوده بطريقه كيفيه وكميه وماليه. يعني كميا نعرف مثلا مشاكل الجودة مثل الهدر كيلوغرام باللتر بالمتر مالي، مثلا عندك يعني هدر لمواد أولية 1000 مثلا متر، إذا كان المتر بريال فعندك مثلا ماليا 1000 ريال خسائر. كيفيا يعني بعض الأحيان يعني هناك مثلا إشكاليات أو لا نستطيع نقيسها بالمتر واللتر ولا يعني ربما حتى ماليا، فنقوم مثلا هذه الإشكالية مثلا كبيرة جدا متوسطة، ففي أشياء يعني كميات لا نعرفها. بعض الأحيان الموظف يعطينا تقييم كيفي، فبالتالي مشاكل في التشخيص يمكن أن نحددها كيفيا أو نوعيا وكميا وماليا. أتمنى أن الجميع يميز بين يعني كيفي وكمي ومالي. بالطبع وقع تقديم يعني في هناك محاور التي نسأل عنها لمعرفة يعني مشاكل الجودة. فالأشياء الإيجابية داخل المنظمة تعتبر نقاط قوة، والأشياء السلبية نقاط ضعف، بينما خارج المنظمة الأشياء الإيجابية تسمى فرص والأشياء السلبية تسمى تهديدات. والمواضيع التي نبحث عن مشاكل الجودة فيها يعني 6: ظروف العمل، تنظيم العمل، الاتصال والتنسيق والتشاور، إدارة الوقت، التدريب المندمج، والتنفيذ الاستراتيجي. إذن السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 2، يعني يمكن اعتبار تشخيص الجودة الشاملة سيرورة، لأنه ألف متكون من مراحل، وعندما تنتهي آخر مرحلة نعيد المرحلة الأولى بالاعتماد على التغذية الرجعية. ب يتطلب
مدخلات وثائق ومقابلات وملاحظات ليحول المدخلات إلى مخرجات تشخيص كيفي وكمي ومالي بل جميع ما ذكر. السؤال الثاني متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 16، يمكن اعتبار تشخيص الجودة الشاملة سيرورة لأنه متكون من مراحل، عندما تنتهي آخر مرحلة وهي المرحلة الأولى بالاعتماد على التغذية الرجعية، يتطلب مدخلات وثائق ومقابلات وملاحظات، جيم يحول المدخلات إلى مخرجات تشخيص كيفي وكمي ومالي جميع ما ذكر. فعل الإجابة الصحيحة هي دل جميع ما ذكر، فيمكن اعتبار تشخيص الجودة الشاملة سيرورة لأنه جميع ما ذكر يعني متكون من مراحل، وعندما تنتهي آخر مرحلة نحيد المرحلة الأولى بالاعتماد على التغذية الرجعية، أيضا يتطلب مدخلات وثائق ومقابلات وملاحظات، شيء يحول مدخلات إلى مخرجات تشخيص كيفي وكمي ومالي. السؤال الثالث متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 16، يمكن تعريف فريق العمل على أنه هدف مجموعة من الأفراد يعملون مع بعضهم لأجل تحقيق أهداف خير محددة. وفعلا الإجابة الصحيحة هي ب. فيمكن تعريف فريق العمل على أنه مجموعة من الأفراد يعملون مع بعضهم لأجل تحقيق أهداف محددة ومشتركة. السؤال الرابع، تركز فرق حل المشكلات على ألف حل المشكلات التشغيلية ولا يتعلق عملها بالنظم والسياسات والإجراءات، ب حل المشكلات التكتيكية ولا يتعلق عملها بالنظم والسياسات والإجراءات، ج حل المشكلات الاستراتيجية ولا يتعلق عملها بالنظم والسياسات والإجراءات، د جميع ما ذكر. تركز فرق حل المشكلات على ألف حل المشكلات التشغيلية ولا يتعلق عملها بالنظم والسياسات والإجراءات، ب حل المشكلات التكتيكية ولا يتعلق عملها بالنظم والسياسات والإجراءات، ج حل المشكلات الاستراتيجية ولا يتعلق عملها بالنظم والسياسات والإجراءات، ده الجميع ما ذكر. وفعل الإجابة الصحيحة هي أدب، فتركز فرق حل المشكلات على حل المشكلات التشغيلية ولا يتعلق عملها بالنظم والسياسات والإجراءات. السؤال الخامس، وإجابة صح أم خطأ، فرق تحسين الجودة تكون تابعة لدائرة معينة أو قسم معين وتغطي السيرورات الإنتاجية والإدارية بكاملها أو نظام التشغيل بكامله، هل هذا صحيح أم خطأ؟ فرق تحسين الجودة تكون تابعة لدائرة معينة أو قسم معين وتغطي السيرورات الإنتاجية والإدارية بكاملها أو نظام التشغيل بكامله، هل هذا صحيح أم خطأ؟ فرق تحسين الجودة تكون تابعة لدائرة معينة أو قسم معين وتغطي السيرورات الإنتاجية والإدارية بكاملها أو نظام التشغيل بكامله، هل هذا صحيح أم خطأ؟ فعلا خطأ، ففرق تحسين الجودة لا تكون تابعة لدائرة معينة أو قسم معين بل تغطي السيرورات الإنتاجية والإدارية بكاملها أو نظام التشغيل بكامله، إذن هي خطأ. والإجابة فرق تحسين الجودة لا تكون تابعة لدائرة معينة. إذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 17، وأمامكم الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 17، ونفس السؤال يقول: دليل تشخيص هندسة الجودة الشاملة يحتوي على ألف 5 مواضيع أساسية، ب 6 مواضيع أساسية، ج 7 مواضيع أساسية، د جميع ما ذكر. دليل تشخيص هندسة الجودة الشاملة يحتوي على 5 مواضيع أساسية، 6 مواضيع أساسية، 7 مواضيع أساسية، و
بالجميع ما ذكر. وإذا في هذه المحاضرة المرئية وقع تقديم يعني المواضيع الفرعية التي نسأل عليها مثلا في ظروف العمل، نسأل عن مشاكل الجودة المتعلقة بالأجهزة واللوازم، أعداد وتهيئة وترتيب الأماكن والمحلات، الأشياء المؤذية والمضرة، الحمل والعبء لنادي العمل، الظروف المادية للعمل، توقيت العمل وأجواء العمل. بالنسبة لتنظيم العمل نسأل عن الإشكاليات المتعلقة بتوزيع الأعمال والمهمات، الاهتمام بالعمل، إعادة تنظيم الأقسام والإدارات، الاستقلالية في العمل، القواعد والإجراءات، تعدد الكفاءات، الهيكل التنظيمي، معالجة الغيابات. ثم في إدارة الوقت نسأل عن المشاكل المتعلقة باحترام الآجال، الأعمال التي لم يقع القيام بها كما ينبغي، المشاكل المتعلقة بالتخطيط والبرمجة للأفعال، ثم العوامل المخلقة لإدارة الوقت. في الاتصال والتنسيق والتشاور نسأل عن مشاكل الاتصال والتنسيق والتشاور على المستوى الأفقي والعمودي، على مستوى إرسال المعلومات، العلاقات مع المصالح المحيطة أو الوحدة التنظيمية المحيطة بالوحدة التنظيمية التي نقوم بتشخيصها. نسأل ربما على هذه المشاكل على مستوى فريق الإدارة بين الشركة الأم والفروع. في بعض الأحيان ربما نقوم في مثل التشخيص في بعض البلديات، فنرى العلاقة بين المنتخبين والموظفين، وأيضا قد تكون الشركة يعني فيها شبكة كاملة، فنسأل على الإشكاليات المتعلقة بتلك الشبكة. في خصوص التدريب المنتمش نسأل على المشاكل المتعلقة بالملائمة بين التدريب والتشغيل، الأجهزة والمعدات الخاصة بالتدريب، الكفاءات المتوفرة، الاحتياجات التدريب والتغيير التقني. ثم الموضوع السادس نسأل على المشاكل المتعلقة بالتوجهات الاستراتيجية أو الأشخاص الفاعلين في الاستراتيجيات، مشاكل تهيئة الأهداف، وأيضا التنفيذ الاستراتيجي ونظم المعلومات والموارد البشرية وكل الأدوات التنفيذ الاستراتيجي والنقل الإدارة ووسائل التنفيذ الاستراتيجي. فإذا تعتقد أنه في هذا التشخيص يعني نرى محاور رئيسية ومحاور فرعية وجمل استشهادية وأفكار مفاتيح وتواتر لظهور هذه الجمل الاستشهادية. إذا نرجع إلى الكوز المتعلق بهذه المحاضرة، ونص السؤال يقول: دليل تشخيص هندسة الجودة الشاملة يحتوي على إذا 5 مواضيع أساسية، ب 6 مواضيع أساسية، ج 7 مواضيع أساسية، د جميع ما ذكر. وفعلا الإجابة الصحيحة هي د، ودليل تشخيص هندسة الجودة الشاملة يحتوي على 6 مواضيع أساسية. السؤال الثاني المتعلق بمحاضرة المرئية رقم 17، فمشاكل الجودة المتعلقة بالأشياء المؤذية والمضرة تدخل في إطار المحور الرئيسي: ألف ظروف العمل، ب تنظيم العمل، ج إدارة الوقت، د الجميع ما ذكر. مشاكل الجودة المتعلقة بالأشياء المؤذية والمضرة تدخل في إطار المحور الرئيسي: ألف ظروف العمل، ب تنظيم العمل، ش إدارة الوقت، د جميع ما ذكر. مشاكل الجودة المتعلقة بالأشياء المضرة المؤذية والمضرة تدخل في إطار المحور الرئيسي: ألف ظروف العمل، ب تنظيم العمل، ش إدارة الوقت، د جميع ما ذكر. نعم، هناك تضارب في الإجابات، حاولوا تركزوا. إذن يعني فيه يعني هذه محاور، كل محور حاول كل طالب أنه يرى المحاور الفرعية. فهناك محور فرعي الذي هو الأشياء المضرة والمؤذية والمضرة، فمشاكل الجودة المتعلقة بالأشياء المؤذية والمضرة تدخل في إطار المحور الرئيسي: ألف ظروف العمل، ب تنظيم العمل، ج إدارة الوقت، د جميع ما ذكر. وفعلا الإجابة الصحيحة هي ألف. مشاكل الجودة المتعلقة بالأشياء المؤذية والمضرة تدخل في إطار المحور الرئيسي: ألف ظروف العمل. ثم السؤال الثالث: مشاكل الجودة المتعلقة بالقواعد والإجراءات تدخل في إطار المحور الرئيسي: ألف التدريب المندمج، ب الاتصال والتنسيق والتشاور، ج تنظيم العمل، د الجميع ما ذكر.
مشيئة الجودة. المتعلقة بالقواعد والإجراءات تدخل في إطار المحور الرئيسي ألف التدريب المندمج باء اتصال تنسيق تشاور جيم تنظيم العمل للجميع مع الكروة. فعلا الإجابة الصحيحة هي جيم. فمشاكل الجودة المتعلقة بالقواعد والإجراءات تدخل في إطار المحور الرئيسي إذا جيم تنظيم العمل. السؤال الرابع المتعلق بمشاكل الجودة إذا مشاكل الجودة المتعلقة باحترام الأجيال تدخل في إطار المحور الرئيسي ألف التنفيذ الاستراتيجي باء إدارة الوقت جيم تنظيم العمل بل جميع ما ذكر. مشاكل الجودة المتعلقة باحترام الأجيال تدخل في إطار المحور الرئيسي ألف التنفيذ الاستراتيجي باء إدارة الوقت جيم تنظيم العمل بل جميع ما ذكر. وفعلا الإجابة الصحيحة هي باء. مشاكل الجودة المتعلقة باحترام الأجيال تدخل في إطار المحور الرئيسي باء وهو يعني إدارة الوقت. السؤال الخامس المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 17 والإجابة صح أم خطأ. الجمل الاستشهادية في تشخيص هندسة الجودة الشاملة يقع استخراجها من خلال ما تم تدوينه في مرحلة اللقاءات. ويختار المستشار في الجودة ما بين 12 و15 جملة استشهادية وذلك بحسب قيمته المضافة. هل هذا صحيح أم خطأ؟ الجمل الاستشهادية في تشخيص هندسة الجودة الشاملة يقع استخراجها من خلال ما تم تدوينه في مرحلة اللقاءات. ويختار مستشار في الجودة ما بين 12 و15 جملة استشهادية وذلك بحسب قيمته المضافة. وفعلا الإجابة صح صحيح. فعلا الجمل الاستشهادية في تشخيص هندسة الجودة الشاملة يقع استخراجها من خلال ما تم تدوينه في مرحلة اللقاءات. ويختار المستشار في الجودة ما بين 12 و15 جملة استشهادية وذلك بحسب قيمتها المضافة. أعيد إذن منكم تطلب إعادة هذه الجملة. إذا قلنا الجمل الاستشهادية في تشخيص هندسة الجودة الشاملة يقع استخراجها من خلال ما تم تدوينه في مرحلة اللقاءات. ويختار المستشار في الجودة ما بين 12 و15 جملة استشهادية وذلك بحسب قيمتها المضافة. وهذه جملة صحيحة يعني معلومة صحيحة ليس فيها أخطاء. الواضح نادية؟ إذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 18 وأمامكم الكويز المتعلق بهذه المحاضرة. إذا أمامكم الاختبار السريع ونفس السؤال يقول إذا أحيانا أجد نفسي أمام تكدس للسلع يمنعني من الانتقال من مكان إلى آخر. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي ألف ظروف العمل باء تنظيم العمل جيم إدارة الوقت دال جميع ما ذكر. إذا أحيانا أجد نفسي أمام تكدس للسلع يمنعني من الانتقال من مكان إلى آخر. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي ألف ظروف العمل باء تنظيم العمل جيم إدارة الوقت دل جميع ما ذكر. وإذا في هذه المحاضرة قدمنا يعني النتائج العملية لتشخيص الجودة ومثلا أعطينا بعض الأمثلة يعني الجمل الاستشهادية. مثلا احيانا اجد نفسي امام تكدس السلع يمنعني من الانتقال من مكان الى اخر. فهذه الجمله ظهرت يعني هناك موظف واحد قال هذه الجمله.
فتدخل في مجال في يعني فكرة أعداد سيد الأماكن. ثم أعطينا مثلا في تنظيم العمل مثالي، لذلك التوافق كان في أغلب الأحيان. مثلا عندما يتغير أحد العمال فإن نسق العمل ينخفض، لأن المعوض يحتاج إلى وقت كبير لتعلم كيفية القيام بالعملية في الوقت. العمل يتعطل لما يتغيب الموظف المكلف بإدخال بيانات، فهنا فكرة الغيابات مصدر لانخفاض الأداء. ثم بالنسبة لإدارة الوقت قدمنا 3 أمثلة، والاتصال والتنسيق والتشاور قدمنا يعني 4 أمثلة، وللتدريب مندمج 5 أمثلة، يعني 5 جمل استشهادية. ثم بالنسبة للتنفيذ الاستراتيجي وقع تقديم 6 جمل استشهادية. بالطبع يعني هذه الترددات يعني دائما وغالبا ومتى تكون بين 1 و14%، كل هذه ليست الحظ، وإنما يعني وضعتها لكي يعني من يريد أن يطبق هذه المنهجية يستطيع أنه يعني يستعمل هذه المعلومات. فإذا يمكن تحويل المعلومات الكيفية يعني التي هذه الجمل التي وقع ذكرها إلى معلومات كمية للحصول على تشخيص كمي. يعني مثلا لما نقول هناك هدف في مثلا المواد الأولية، أقول هدف كبير، يمكن أن نسأل مثلا الموظف المسؤول أو الذي يعرف هذا الحذر، وأن نقول حسب تقرير كم الكمية، كيف يستطيع يقول مثلا 1000 متر أو 1000 كيلوغرام وكذا. يعني من معلومة كيفية مثلا هدف كبير حولناها إلى معلومة كمية مثلا 1000 متر أو 1000 كيلوغرام أو لتر إلى آخره. ثم بعد ذلك نستطيع أن نحول هذه المعلومة الكمية إلى معلومة مالية. يعني إذا كان مثلا تعرفنا على سعر اللتر أو سعر كيلوغرام أو المتر، فأنا نضرب يعني سعر مثلا إذا كان المتر يعني بريال، لما يكون عندنا 1000 متر فالمالية تصبح 1000 ريال، لو مثلا الكيلوغرام سعره ريالين وعندنا مثلا 1000 كيلوغرام حذر فيكون 2000 ريال حذر. فبالتالي تشخيص هندسة الروشنة في نهاية الأمر يكون فيه معلومات كيفية نوعية وكمية ومالية. إذا بالنسبة للجزء المتعلق بهذه المحاضرة المرئية رقم 18، قلنا الجملة الاستشهادية تقول: أحيانا أجد نفسي أمام يعني تكدس السلع يمنعني من الانتقال من مكان إلى آخر. فهذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي ألف ظروف العمل، باء تنظيم العمل، جيم إدارة الوقت، دل جميع ما ذكر. وفعلا الإجابة الصحيحة هي ألف ظروف العمل. إذن الإجابة على الاختبار السريع الكويز هي ألف ظروف العمل. السؤال الثاني المتعلق بهذه المحاضرة المرئية رقم 18، العمل يتعطل لما يتغير الموظف المكلف بإدخال البيانات في الحاسب الآلي. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي ألف التدريب المندمج، باء الاتصال التنسيق التشاور، جيم تنظيم العمل، دل جميع ما ذكر. العمل يتعطل لما يتغير الموظف المكلف بإدخال البيانات في الحاسب الآلي. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي ألف التدريب المندمج، باء الاتصال التنسيق والتشاور، جيم تنظيم العمل، دل جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي جيم. فإذا العمل يتعطل لما يتغير الموظف المكلف بإدخال البيانات في الحاسب الآلي. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي، إذا جيم تنظيم العمل.
السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 18، المكالمات التليفونية تمنعني من القيام بعملي في الوقت المحدد. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي: ألف، التنفيذ الاستراتيجي، ب، إدارة الوقت، ج، تنظيم العمل، د، جميع ما ذكر. إذن المكالمات التليفونية تمنعني من القيام بعملي في الوقت المحدد. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي: ألف، التنفيذ الاستراتيجي، ب، إدارة الوقت، ج، تنظيم العمل، د، جميع ما ذكر. فالإجابة الصحيحة هي د. فالمكالمات التليفونية تمنعني من القيام بعملي في الوقت المحدد. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي. إذن الإجابة هي ب، إدارة الوقت. السؤال الرابع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 18، أعد برنامج العمل بالتشاور مع المسؤول عن الإنتاج، ولكن هذا الأخير يغير البرنامج دون إعلامي، وهذا يعطلني كثيرا. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي: ألف، ظروف العمل، ب، التنفيذ الاستراتيجي، ج، الاختصار، التنسيق والتشاور، د، الجميع ما ذكر. أعد برنامج العمل بالتشاور مع المسؤول عن الإنتاج، ولكن هذا الأخير يغير البرنامج دون إعلامي، وهذا يعطلني كثيرا. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي: ألف، ظروف العمل، ب، التنفيذ الاستراتيجي، ج، الاتصال، التنسيق والتشاور، و، د، جميع ما ذكر. إذن الإجابة الصحيحة هي ج. فإذا الاتصال، التنسيق والتشاور. فإذا أعد برنامج العمل بالتشاور مع المسؤول عن الإنتاج، ولكن هذا الأخير يغير برنامج دون إعلامي، وهذا يعطلني كثيرا. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي. إذا ج، الاتصال والتنسيق والتشاور. السؤال الخامس المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 18، والإجابة بصح أم خطأ. لا يمكن تحويل المعلومات الكيفية المتواجدة في التشخيص الكيفي إلى معلومات كمية للحصول على تشخيص كمي، هل هذا صحيح أم خطأ؟ إذن لا يمكن تحويل المعلومات الكيفية المتواجدة في التشخيص الكيفي إلى معلومات كمية للحصول على تشخيص كمي، هل هذا صحيح أم خطأ؟ هل هذا صح أم خطأ؟ لا يمكن تحويل المعلومات الكيفية المتواجدة في التشخيص الكيفي إلى معلومات كمية للحصول على تشخيص كمي، إذن هذا خطأ. والصحيح أنه يمكن تحويل المعلومات الكيفية المتواجدة في التشخيص الكيفي إلى معلومات كمية للحصول على تشخيص كمي. إذن نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 19، وأمامكم الاختبار السريع الكويز المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 19. فإذا أمامكم نفس السؤال: شبكة التحليل الذاتي للوقت تمثل تشخيصا لألف، أربعة أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، ب، خمسة أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، ج، عشرة أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، د، جميع ما ذكر. إذن شبكة التحليل الذاتي للوقت تمثل تشخيصا لألف، أربعة أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، ب، خمسة أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، ج، عشرة أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، د، جميع ما ذكر. إذن في هذه المحاضرة المرئية دخلنا في مرحلة
المشروع مشروع الجودة. يعني هذه المرحلة أنه يعني نعطي حلول لتخفيض من مشاكل الجودة التي تم اكتشافها خلال المرحلة الأولى التي هي مرحلة التشخيص، وذلك يعني بأخذ الاعتبار نقاط القوة داخل المنظمة. إدماج هذه الحلول في هياكل السلوكيات يعني الأفراد والجماعات داخل المنظمة. فإذا هناك مجموعة من الأدوات التي تمثل حلول يعني هذه المشاكل. فهذه المشاكل هذه يعني نقترح لها حلول، ونقوم باستحداث فرق لاقتراح حلول، وتلك الحلول يعني نحولها إلى أهداف، أهداف استراتيجية وأهداف تكتيكية وأهداف تنفيذية، يعني أهداف على مدى القصير تنفيذية تشغيلية، وأهداف على مدى المتوسط تكتيكية، وأهداف على المدى البعيد استراتيجية. فبالطبع يعني هذه الأهداف توضع في مخططات، فبالتالي هناك مخططات استراتيجية لحل تلك المشاكل، وهناك يعني مخططات تنفيذية على المدى القصير لحل تلك المشاكل. أيضا نقترح شبكات كفاءات وبرامج تدريب خاصة لحل الإشكاليات الجودة المتعلقة بنقص الكفاءات والمهارات. أيضا بالنسبة لمشاكل المتعلقة بإدارة الوقت نقترح يعني شبكة كفاءات يعني قيام بتعديلات لازمة والقضاء على الهدف في الوقت وكل المشاكل المتعلقة بالوقت. بالنسبة للمشاكل المتعلقة بالمعلومات هناك جداول القيادة تسمى الداشبورد التي يعني توفر المعلومات اللازمة للتخلص من تلك المشاكل. أيضا هناك العقود ما يسمى عقود نشاطات خاضعة للمفاوضات الدورية، وهذه العقود تمكن من التعاقد بين المستويات التنظيمية لتحفيز أولا تقييم أداء مختلف الأطراف لتحديد مساهمة كل يعني وحدة تنظيمية وحتى كل فرد في تحقيق تلك الأهداف، وبالتالي مساهمة في التقليل من تكلفة الجودة، وبالتالي تحديد المكافآت اللازمة لمختلف الأطراف بناء على مساهمة كل طرف في التخلص من مشاكل الجودة. أيضا يعني وقع تقديم خرائط السيرورات على أساس أنه المنطقة اللوجستي وأهميته في يعني الإدارة المثلى للعمليات والإدارة المثلى يعني الجودة الشاملة التي يعني تمكن من تحقيق التميز. فبالنسبة للمخطط الاستراتيجية يعني يعني في هذا المخطط يعني هناك يعني في مجموعة من القيم والمبادئ التي تكون ثقافة المنظمة، ونحاول في هذا المخطط الاستراتيجي ترجمة القيم والمبادئ التي يعني تمثل ثقافة المنظمة إلى أهداف استراتيجية، يعني بطريقة أننا يعني نتخلص من مشاكل الجودة بالاعتماد على ثقافة المنظمة، وفي نفس الوقت يعني بالقيام بتحقيق أهداف على المدى الطويل يعني المتوسط للتخلص من تلك المشاكل. أيضا في هذا المخطط الاستراتيجي يعني بصفة عامة مدته 10 سنوات يعني نقوم بتجزئة الأهداف الاستراتيجية إلى أهداف يعني تكتيكية، ثم بعد ذلك يعني يمكن أهداف ما يسمى بالمخطط التنفيذي، ونقوم بتجزئة الأهداف هذه الاستراتيجية والتكتيكية إلى أهداف تنفيذية. وبالطبع تكون هذه القيم والمبادئ محرك لاختيار تلك الأهداف، وتكون يعني فترة زمنية يعني بصفة عامة مدة سنة، ويمكن تكون 6 أشهر.
بالنسبة لشبكة الكفاءات، يعني تمكن من تشخيص يعني مشاكل تمس في الكفاءات، ونحدد الاحتياجات التدريبية على ضوءها، ونختار أهداف لتطوير الكفاءات، ثم ننجز برنامج تدريبي وننفذ يعني هذه المعارف. بالنسبة لإدارة الوقت، بالنسبة لإدارة بالنسبة لشبكة إدارة الوقت، فتمكننا من معرفة 4 أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، وهي عدم احترام الأجيال المحددة اللي هي في التخطيط والبرمجة للأفعال، الأعمال والمهمات التي لم يقع القيام بها، وكثرة العوامل المسلمة لإدارة الوقت. ثم أنهينا هذه المحاضرة رقم 19 بتعريف جدول القيادة، بكون النظام يتكون من مجموعة من المؤشرات يقع إعدادها وتنظيمها لإنجاز أعمال و يعني أهداف مستحقين. فإذا نرجع إلى الاختبار السريع المتعلق بهذه المحاضرة المرئية، وقلنا أنه شبكة التحليل الذاتي للوقت تمثل تشخيصا لألف 4 أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، ب5 أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، ج10 أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، دل جميع ما ذكر. و ما حسب ما أرى أن أغلب الإجابات هي ألف، فإذا فعلا الإجابة الصحيحة هي ألف. فإذا شبكة التحليل الذاتي للوقت تمثل تشخيصا ل4 أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة التي ذكرتها منذ قليل، وهي عدم احترام الأجيال المحددة، غياب التخطيط والبرمجة للأفعال والأعمال والمهمات التي لم يقع القيام بها، وكثرة العوامل المخلة بإدارة الوقت. إذا يعني هكذا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة. يعني إن شاء الله المحاضرة القادمة يعني نكمل بقية الأسئلة المتعلقة يعني بهذه المحاضرة. فإذا إذا كان ليس هناك يعني أي استفسارات، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من محتوى هذه المحاضرات الحية. إذا في آخر هذه المحاضرة الحية، نسأل الله جل وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إن شاء الله تكتب أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.